دلوقتي هنروح للام يطمنا أكتر على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. شكرا شاذلي. مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة بين درجة أو درجتين. الطقس هيكون بشكل عام حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون مايل للحرارة شوية على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء كمان. بالليل في نشاط رياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معانا على التليفون النهاردة الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. طمنينا على أخبار الطقس النهاردة. احنا اليوم بالفعل بنشهد انخفاض اخر في درجات الحراره، هو انخفاض طفيف بحوالي من درجه الى درجتين على اغلب مناطق الجمهوريه، لان احنا بنتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالاضافه كمان كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط بتعمل على انخفاض درجات الحراره. الاجواء خلال فترات النهار هنحس بيها بتحسن ملموس، لان هيبقى في انخفاض في درجات الحراره وكمان انخفاض في نسب الرطوبه. الاجواء خلال فترات النهار هتكون حرة رطبة على أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، حتى محافظات شمال الصعيد. بتظل الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، رغم أن في انخفاض كمان في درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد عن الأيام الماضية. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هنحس بفرق كبير بين درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل، هنحس بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية فيما عدا طبعا المناطق اللي موجودة في جنوب الصعيد، هتكون عليها الاجواء يعني يقدر نقول مائله للحراره خلال فترات الليل. يمكن فترات النهار كمان، فترات النهار المناطق الساحليه هتحس بانخفاض درجات الحراره بشكل كبير بسبب وجود السحب اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس وتحد من تاثير اشعه الشمس. بالاضافه كمان انخفاض درجات الحراره ده مستمر معانا لمنتصف الاسبوع المقبل على الاقل، هيكون درجات الحراره متوسطها ما بين ال 31 وال 32 درجه مئويه، فاحنا هنستمتع باجواء شبه اجواء خريفيه مستقره ان شاء الله فترات النهار وفترات الليل. مستمر معانا تكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ناخد بالنا من وجود الشبوره المائيه لانها تؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. كثافه الشبوره المائيه بدات تزيد خلال هذه الايام عن الايام الماضيه او الاشهر الماضيه، فبناخد بالنا دايما استدعى قائد المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور. في ميعاد تكون الشبوره المائيه اللي بيكون تقريبا من الساعه 3 الفجر وتستمر حتى سطوع اشعه الشمس، بالاضافه كمان ان احنا هنلاحظ وجود نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهوريه خلال فترات المساء، هنحس بيه بصوره كبيره، ومن الساعات الاولى من الليل نشاط الرياح ده هيقلل احساسنا بنسب الرطوبه ويساعدنا كمان على الاحساس بدرجات حراره اقل والاجواء الخريفيه. نشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى 31 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 32 والصغرى 22، الإسكندرية 29 24، العالمين الجديدة 29 23، مطروح 29 24، السلوم 29 20، دمياط 28 24، وبورسعيد 29 23. الإسماعيلية العظمى فيها 32 والصغرى 23، السويس 32 24، العريش 30 23، طابة 32 24، كاترين 30 19، شرم الشيخ 34 26، الغردقة 34 26، والفيوم 32 23. بني سويف العظمى فيها 32 والصغرى 22، أسيوط 33 22، سوهاج 36 23، قنا 37 24، أسوان 39 26، الوادي الجديد 37 23، حلايب 32 25، وأخيرا شلاتين العظمى فيها 36 والصغرى فيها 26. دلوقتي نرجع لشاذلي ومنى عشان استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي.